بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى برسالة خطية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وقام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان السعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية لدى اجتماعه به اليوم في الرياض